حدا عمل بوست انه your music saved our lives, بس انا عملت لها ريشير وحكيت but it ruined mine. يعني شوفي, انا بلشت اعمل مشاريع موسيقيه من عمري 14 سنه تقريبا, فهاي حياتي صراحه. وجدل طبعا هي جزء كتير كبير من حياتي, اكثر من نص كل شيء بعمله. يعني في ناس بيحكي لك انه اتس ليجاسي, بس اي شيء انا مبسوط باللي بعمله, هذا اهم شيء. لما بدات جدل كانت الفكره انه بوقتها كان شيء كتير جديد, انه بدنا نعمل روك بالعربي, بس بايش هي اللهجه, بالاردنيه, مش بالفصحى, بدنا الناس تعرف من وين احنا. هذا الشيء لما بلش ب 2003 كان شوي ثوره موسيقيه, يعني ما كانش في اي شيء اصلا من هالحكي, اصلا ما كان في اندبندنت سين يعني بهذيك اللحظه. بتذكر اول البوم نزلناه كان وقتها في اغنيه اسمها الدراويش, عم بسمعها اول مره بتتمكس يعني, او سلمى كان, واكتشفت انه اوف وقتها اي ثينك انه دمعت او كيف, انه بحكي انه وال انه جد, اوكي ذس از ريل, يعني انه جد في عم بيطلع من موسيقى عن جد, يعني مش بس جيتار وغرفه نوم يعني, او مع الباند بنعزف بالكراج, فاهمه؟ فهاي كانت واحده من اللحظات الفارقة. هم زي كيف الواحد وولاده يعني, ما بتقدرش مرات, بس اللي بصير انه بسمع اغنية عملها زمان بحكي انه اف انا كيف عملت هاي الاغنية, جد ما بعرف. في اغاني عملت فرق بمشوار جدل, هذا اشي اكيد, من كل البوم مش بس من البوم واحد الحمد لله. يعني يمكن اكتر البومين هيك شوي دفشوا كان الماكينة ومليون, ومليون خصوصا عمل ضجة غريبة يعني. أشرار هي كانت الحصان الأسود بمليون, ما كناش متوقعين تاخذ انتباه هالقد, بس إنه صرنا نعزفها لايف بطريقة مع الجمهور كثير حلو, وصار لها طابع خاص يعني. فيها انترو مش قادرين نخلص من الانترو, يعني عم نحاول نلاقي اغنيه نفوت فيها الحفل لهلا, مش قادرين نخلص من هالاغنيه, يعني لازم نفوت فيها. مش اغنيه في نبض انا حاسس مثلا, هاي واحده من القصص اللي لها دخل بجدل, يعني هي مرحله انتقاليه بجدل. فانا كنت عم بحكي انه ما عاد جاي بهمها خلاص, ولا هي سائله فينا الناس, هيك انا حاس, هيك انا حاس, ما في تناغم, ما في خلاص, ولا هي طالعه راس براس. هيك انا حاس, هيك انا حاس. فهاي كانت مرحلة انه اوكي ناو انا جدل بدي اخذها لإشي انا كثير بعيد عم بحلم فيه, فلازم يصير في لازم يصير في إشي تغيير جذري. هلا اخر البوم انا هديت الوضع شوي, حكيت اوكي هذا اتس اباوت ستوري تيلينج, اتس ليركس, خليني اجمع الاغاني اللي بيشبهوا بعض. اغنية هم وبلا هاي اكثر شيء الناس عرفوها. اخر اغنية اسمها فتحت نزلناها جديد مع فيديو كليب وهيك, هاي شوي جاي اكثر جاي بتشبهش إشي كثير, يعني ما بتشبه, هو جاي بتشبه كل شيء, ما بعرف شو في خاطر حياتي. هذا حكي أمي, يعني جمهور مصري منذ البدايات هو أصلاً مثقف موسيقياً كثير, يعني على غرار إحنا جايين من الأردن اللي بيسمع موسيقى مختلفة ومتنوعة ولها أشكال كثير, قلال كثير يعني بالعدد. فلما تيجي على بلد فيه 20-30 ضعف اللي ممكن يسمعوك, أكيد بعطيك الهايب والإكسايتمنت وبشبعك هيك إنه إنه يصد الله أنا عم بعمل إشي وفي 12,000 واحد عم بغني وراي, إنه إيش هاد. بحب كيف نغني وحدة بتشبهك مع الناس, يعني بحسها هيك إنه هاي يلا هاي إلكم. فبس الحمد لله. وهلا يعني جدل اتس دايناميك يعني, والناس الموجودين فيها هم الناس اللي قادرين يكملوا المشوار تبع جدل يعني. الحمد لله it always gets better. بحب الشباب يكونوا معي مبسوطين, وبحب انه يكون الموضوع مريح. ودائما بحكي انه هي اتس سيركل يعني, هو ما بيكتمل الفن الا اذا الناس بشوفوه وبحكموا عليه, ما بعرف ليش بس هيك بشوف. فان شاء الله اقدر اعمل هذا الشيء.